كل يوم حنوانت وفرنا مكتبة معهد سيلة والقصو كردي مراجع سائدة وإلى اللي مرجع ووين جالسة وأي تبرعين قبل دقن المملكة العربية السعودية أرين تاسما مكا وفرنا وانتم لاينا مكا وحويان بل وغا وشكر إلينو إلهي سبحانه وتعالى يوم المخ ورمى هذين لنقوم من نستي نعمة الإسلام نمر وأنا نعمة مكا قالية نعمة كستو إلهي سبحانه وتعالى نقوم من نستنا إسقان وشكري أنت هديدنا حديث بارسول عليه الصلاة والسلام يقول قف عندك وشكري إلهي نوم وشكري قبلها سمر كابحيي مراجع داسي قالية ورمهانتي ودرام كرو قيمها إلهي قفك كل احتراء محيط كعلم وحده جاية مركا وحويات ودرامي كرو أي كعوي مكتبة معد سيلة وحلينا مركا قبلها سي جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أيها ودرو ميسانك حسنات إلهي سبحانه وتعالى يا مهابلة أولا وآخرا سيدة الشيخ محمد أو الشيخي وحن مانتا سكوي مني إنها هلكن كاي على منه كتب أيسو هديين قبضو غي سومالي لانا والدقين سعودية قارهان مقالة يمحوها قبل كالدمام دقين أيو صوت دقين مكتبة معهد زيلة تاس أو سبب تيدو هاي كالهورة و قار كاميدا محسنين تا يردد كسامفالكا جعل والدقين إمارات كاي كتبو قد دقين معهد كا وأنا أقول لك أن أي أحد يقول 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 لك أن أي أحد وين سو قاعدي وحنا سو قاعدي والله عقتي النقطة أي بحيان هواين كاسي لح كتاب ووين لح مرجع ووين أي نقدان ما كل سو جايين إلا دورية خطبات مجلد أي كتب تمحوها النقطة كتب آدي آد مكتبة ضعيفة بهنيت بهاي وأنا وح وقفة ودا إلهي درتي أول بحين ولي قال لك كتب تاس انت اجرتي الاخر سنه ايام هي انا اجر هي حسنه وصعدة هي نقنصة وحن لنا هي جزاكم الله خيرا الهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك ان يقدره الهي سبحانه وتعالى واحد ميسنتهين وخيرا الهي سبحانه وتعالى هنسيو اهل كينا هي عرورتينا هي غيرهينا الهي سبحانه وتعالى هني بركيه ان كو كلا ضدك كلا محوها داون دونا برنامج كنا وحنكر رجينا إن شاء الله تعالى سيدا قبلها سيأي جوابته في عاني وقب حيان إن يقونا وقب حيان وأي ولي مكتبات واحد وبها انتهي زيادة وبها انتهي وحندونا إن مكتبات دونا نغطى مكتبات آدي آدي وين وكلية معد كما هنا إيه مقالة دن بورم وكلية ما هنا ملابة دن مكتبات لوغي مادو واللوسو قصدو وكتب بدن محوها دنعية بدن كوبا أي تعلينا النقطة إن شاء الله تعالى رجينا فاسنا وحبو باهان تهي كتبتي إن لكرديو أيو باهان تهي ماشا مكتبادو أي محوها أي كفران تهي واللفتي لكراء قفك هيا كلها هولا بدن باجرة مارك إن شاء الله تعالى وحن آدي آد قردي رجلين لها نعيد كستو وضاوان إيسا إن أيوكونا كقيب قلان إن شاء الله تعالى نغم مانتهي مارتي جوغنا مكتبات للعضو مهرتاني مكتبة معهد الزيلع ورنتي مهرتاني معهد الرعصم وحن آدي آدرت ودو عين إن قبلها خير قبا محسنات كها جوغا مهرت المنطقة الشرقية للعضو مهرت الدمام إن مهرتاني أي إلهي خير كسيو صدقات دا إلا بحان أي جارية وأكو تبتا قيمة على أي سوق غارسيا مرتبطة تبتا رنتي ودن كوات بوكوبا هي خاصان قال لهم دور مات بوكوبا انت هاي مرتبطنا واحد مارتي خرجين لأن مكتب بداية خير أو مارتي يعني هرس قدام مكتبة وينو عامة إن نقطة أو قال لهم أردن مارتي يعني سنتر نقطة
iyo gobolada kala baluugay maadiyey meelaha kala baluugay maado ayaan rajaynaynaa qabla waxaan ugu duceynaynaa maadaama ay maartaanay yana soo horeen ee xijeebkooda ku jiray oo ay cilmi soo siiyeen cilmigaas inta uu jirana sadaqa jaariya noqon doona insha Allah ta'ala ana kutubta oo kaliya jiriddeeda ma haya cidii ka sii barataaba yani inta cilmigaas ay faafinaysaa jirkaas iyo wax ku leeyihiin waa sunna fiican oo aad iyo aad wanaagsan oo maartaana cid kasta oo cilmigaasi gaaro kutubtaasi akhrisatana ajirkeeda ay qayb ku leeyihiin iyagoona ujuurteeda waxba laga naaqsin kuwa kalena aad baan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo juhuuddoodaas iyo dadaalkooda reerkooda reerahooda ubadkooda naftooda ilaahayna qayd uga dhigo dukhri ah oo u kaydsan yani maaragtay qiyaamaha maalin ay ku farxi doonaan kutubtaas raadkeeda iyo iyo maaragtaanay manfaceedaba insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waxaa qur-aanka fariin uga jeedinayaa horta khaas ahaan dadka dhalinyarta ee jooga maaragtay gobolka ama goorama inay maaragtay akhriska aada u badiyaan oo ay maktabada yimaadaan oo ay kutubaha akhristaan oo ay ka soo bilaabaan cilmiga yana sida uu kolba u kala sarreeyo halka ugu hoose inta ka bilaabaan ay halka ugu sarreysa gaadhaan dhalinyarta hadda soo koraysa aad baan ugu burinaynaa way waxa hadda la dareemayaa inay wax akhrisku hoos u dhacay oo aad iyo aad maar dadku ay xagga akhriska ugu liitaan maaragtaanay waxa marka loo baahan yahay ee internet uun lagu ekaan maayo iyo maaragtay laptop la akhristo laakiin kutubtu waxay u baahan tahay in la furfuro kutubta oo loo dhaadhaco oo kutubta wax laga barto oo culimadana la hor fadhiisto maaragtaan laga akhristo ayaa loo baahan yahay taana waa maaragtay dambaran u jeedinayo dadka maaragtay boorama iyo hareeraheeda iyo dadka maaragtay ummadda soomaaliyeedba waxaan u mahadnaqaynaa sidii culimadii horeba ay sheegeen hablahaasi ree damaama ee la soo baxay kutubtaasi maraajicda ah inoo muuqata inuu ilaahay subxaanahu watacaala ay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay subxaanahu watacaala ay halkay ka soo saareen bedel khayrqabe ugu bedelo ilaahay subxaanahu watacaala ay u barakeeyo ubadkooga iyo maalkooga ilaahay subxaanahu watacaala ay husiiyo qof walba wuxuu ugu baahan yahay uu alla uga baahan yahay inuu alla siiyo tii caafimaad u baahan caafimaad tii ubad u baahan ubad tii anay maal u baahan maal ilaahay subxaanahu watacaala inuu u siiyo oonay sadaqadahay la baxeen dartood inuu ilaahay subxaanahu watacaala isaguna fadligiisa ku siiyo yaanu baryaynaa waxaan leenahay dadka kale ee maqlaya maktabada waad aragtaan oo dee sawirkeegu halkaasa inaga muuqdaa maktabada waxay u baahan tahay kutub badan waa maktabad dee gobol weynna ku taala maxadkaasina anay saylacnaa dadkeegu ay ka bartaan kolkaa waxa weeye cid kastoo wax la baxaysa inay la baxdo baan kulley ku goorinaynaa oon leenahay war waa sadaqatuljaariya intay taallo kutubtaasi waxa weeye sadaqada aynii soconi ciddii wax ka baratay sadaqadeedaad leedihiin ajrigeega kolkaa waxa weeye dadka an waxaan ku goorinaynaa inay la baxaan cidda khayrka jecel oo dhani sida sheekh xasan sheegay dhalinyarta waxaan ku goorin lahayn inay badiyaan barashada cilmiga sharciga ah oo ay culimada hor fadhiistaan inay badiyaan baaridda maraajicda iyo noqoshada cilmiga yaan ku boorinaynaa waxaa leeda anunba hore looma hadlee culimmadu kulley way soo cadeeyeen waxaase meesha iga muuqata inaan muxuu ahaa hablahaasi muxsiniinta ah ee kutubtaasi la soo baxay la soo baxay inaan muxuu ahaa anuilaahno muxuu tahay jasaakum allahu khayran allah iniga jasaa siiyo camalkaa fiican ee qabateen miisaanka xasanaadkana allah inigu daro oo mba kulley meselada meesha taalla ay tahay taas maan leenahay ilaahay yani muxuu ahaa barakeeyo awlaadiina iyo risqiina iyo wixii kalada badanba allah inii barakeeyo talowd kale waxaan soo sheegayaa dhalinyarta waxaan ku guubaabinayaa sida ay culimmadii ugu horreeyeyba ay sheegeen in ay wax akhriska usoo noqdaan waayo inaga imika waxay inagu badatay oo kulley aad iyo aad inoogu badatay muxuu ahaa waxaad arkaysaa ardaygii oo culuntii maadigii xoog iyo xoog ugu dadaalayo oo markaa tii kale ee diiniga hadda wax la weydiiyo arkaan isla xitaa haddii qaar haddii la weydiiyo aanay waxba ka garanaynin ayaad arkaysa oo magaaladeena la jooga taasina waxay keenaysaa dee hoos udhac weyn oo sidii sagaashanaadkii ay magaaladu ahayd iyo iminka isku mid maaha waayo waagaa yacni kutubta oo yar oo qaliil ah
يددك أو يعني باهدا أيو قوان علم الدين تأي أي بدنيت لكن يمكن صوب حضرتك ساتين هو صوب عادي مرجع واحد كوجو بابين يددك داون يددك كله ليرت أبا هنا يمحوها أي كدة الآن علم النفع لك وحويا وعلم الدين تأي المعرفة ضم بآخرنا كوحترية وايسقينا كدة الآن